هنتكلم النهاردة عن الـ Image Gradient أو الـ Gradient of Image، يعني إزاي أجيب الـ Gradient الـ Input Image. لو نفرض مثلا إن أنا عندي الـ Original Image أو الـ Input للـ Gradient Function، كان إن أنا عندي كانت Binary Image، بحيث إن الـ Binary Image دي مفيهاش غير Values الـ Zeros والـ Ones اللي هي أبيض وأسود، أو الـ Values اللي من 0 لـ 255. طيب عشان احسب الجريدينت يعني عايزه اشوف التشينج اللي حاصل في الايمج، بجيب الهوريزونتال جريدينت والفيرتيكال جريدينت، يعني بشوف التغير اللي حاصل في الاكس في الروز والتغير اللي حاصل في الكولومز. وده بيجي من خلال ان انا بمسك رو بعمل لوبينج على كل رو، وفي في الرو اللي انا واقفه عليه في الرو اي بمسك البكسل الاولانيه بقارنها بالبكسل اللي بعدها واشوف وكمبير الفاليوز، ان انا بعمل الفاليو دي ناقص الفاليو دي واشوف الريزلت 0 ناقص 0 هيديني 0، فهماب هنا ال 0 بجراي فاليو ان انا مفيش تشينج حاصل لما اتنقلت من بكسل لبكسل تانية هوريزونتال. بعد كده هاخد اقارن البكسل التانية بالبكسل التالتة واعمل الديفرنس بينهم، هيطلع لي طبعا ان مفيش تشينج نتيجة ان كل الريجن دي كلها اصلا بزيرو. فبما ان انا بعمل مابنج للنو تشينج في الجريدينت او نو تشينج في البيكسل فاليوز بجراي فاليو، ده معناه ان البوينتس دي كلها تبقى ايه؟ تبقى جراي، لان مفيش تشينج حاصل ما بين البيكسل دي والبيكسل اللي جنبها. ولكن لو انا مشيت من رو لرو وجيت في مرة من المرات جيت من البيكسل دي للبكسل دي وقارنت الصفر ب 255، هيبقى ال 255 ناقص 0 كام؟ ب 255، فهماب دي بوايت بكسل او ببكسل احط قيمتها كام؟ ب 255. طيب بعد كده طبعا لما اجي في الريجون دي هلاقي ان انا اقارن 255 بالنقطه اللي جنبها، هلاقي ان مفيش ديفرنس، وبالتالي هماب ده بالجراي فاليو. ولغايه لما اجي عند النقطه دي لو في نفس الرو هيبقى عند 255 عايز اقارنها بالزيرو، هيبقى الزيرو ناقص 255 هيبقى سالب 255، فهماب النيجاتيف جريدينت او النيجاتيف سبتراكشن بزيرو او بلاك بيكسل. فبعد ما بعمل اتريشن على كل الروز واقارن كل بيكسل بالبيكسل اللي قبلها هوريزونتالي، هيطلع لي ده الديفرنس او هو ده الفاليو بتاع السبتراكشن، وبنسمي ده الهوريزونتال جريدينت، يعني الماتريكس اللي بتبين لي التشينج اللي حاصل في الايمج هوريزونتالي، يعني لما باجي اقارن البكسلز ايه اللي فرو واحد مع بعض. طيب لو عايز اجيب الفيرتيكال جريدينت بعمل نفس البروسيس، بس بمشي على كولوم كولوم، بمشي على بعمل اتريت على كل كولوم، وبمسك الكولوم الاولاني وبعدي على كل البكسلز اللي فيه، البكسل الاولانيه اقارنها بالبكسل اللي بعدها 0 ماينس 0 هيطلع ب 0 فهماب ده بجريت فاليو. هاجي على النقطه البكسل الثانيه اقارنها بالبكسل الثالثه 0 ناقص 0 ب 0 فهماب ده بجريت فاليو. هلاحظ طبعا ان كل الفاليوز اللي هي الزيروز هنا مابد تو جري فاليو في الاوتبوت ايمج، ده بيماب ان مفيش تشينج حاصل في كل الريجن دي. طيب لو انا جيت في كولم معين وجيت قارنت البكسل دي، انا مثلا في الكولم ده جيت مسكت البكسل دي بالبكسل دي طلع الفرق ايه؟ زيرو. لو جيت خدت النقطه دي وقارنتها بالنقطه دي هيطلع الفرق ايه؟ الديفرنس 255، عندي صفر ناقص 255، اقارن الصفر 255 255 ناقص صفر يطلع لي ايه؟ 255، فمبدا بوايت كلر بيكسل. لو كملت الكولم هقارن ال 255 بالصفر، يبقى 0 ناقص 255 هيديني سالب 255، هماب ده بالزيرو بيكسل فاليو، وهيبقى ده الاوتبوت في الاخر بعد ما بقيتريت على كل الكولم والبيكسل فاليوز في كل كولم، هيديني ده الاوتبوت، وده هيماب او هيوضح لي التشينج اللي حاصل في البيكسل فاليوز من كولم لكولم. ده معنى الجريدينت في ايمج. طيب فعشان اجيب الجريدينت
هنا البوزيتيف جريدينت كان بريزنتد باي وايت بيكسل وايت بيكسلز، والنيجاتيف جريدينت كان بريزنتد باي بلاك بيكسلز. والكولم اوف ان ايمج ميجرز ذا تشينج ان ايمج في الروز وفي الكولمز، والجريدينت از كالكوليتد فور افري بيكسلز ايمج. طيب ماذا لو كان الانبوت ايمج اللي جاي لي كان كولر ايمج ما كانش باينري ايمج، اعمل ايه؟ طيب مبدئيا لو كانت الايمج اللي داخله لي كولر فهي فيها ميزتين. اول ميزه ان هي الكولر ايمج بيبقى لها 3 ماتريسيز الار والجي والبي، والميزه الثانيه هو ان الفالوز اللي موجوده في الماتريكس ما بتكونش 0 و 1 بس او من 0 ل 255 او بلاك اند وايت، لا بتبقى انترميديت فالوز بتوين ال 0 و 255، يعني مثلا 20 30 200 10 كده. فدي دي اللي حاصل في الكالر ايمج. هنعمل هنكالكوليت الجريدنت ازاي؟ مبدئيا اسلكت انهي تشانل، بسلكت التشانل اللي فيها هايست جريدنت، يعني لو انا همسك التشانل بتاع الريد واحسب لها الفيرتيكال جريدنت والهوريزونتال جريدنت، وبعد كده هجيب الجي ماتريكس او الجي تشانل واحسب لها الفيرتيكال جريدنت والهوريزونتال جريدنت وهكذا بالنسبه للبي. هيطلع لي في كل تشانل هيطلع لي 2 ماتريسيز. هاخد الاوتبوت ازاي؟ الاوتبوت في الاخر الاوتبوت هوريزونتال، بقارن الهوريزونتال جريدينت اللي طالع من ثلاثة تشانلز واللي ليه ماكسيمم فاليو ماكسيمم جريدينت هو اللي بعتبره هو ده الاوتبوت، تمام؟ وكذلك طبعا بالنسبه للفيرتيكال جريدينت، اقارن الفيرتيكال جريدينت اللي طالع من كل تشانلز وباخد او بكونسيدر الفيرتيكال جريدينت الاوتبوت بيكون هو اللي ليه ماكسيمم فاليو في الثلاثه تشانلز. ماشي، ازاي بقى بحسب الجريدينت اصلا؟ لو انا عندي ار عندي الشانل اللي هي ار عايز احسب لها الجريدينت الفيرتيكال هوريزونتال بحسبه ازاي؟ جيفن ان انا عندي الفاليوز اللي موجوده في البيكسلز اللي في الشانلز مش باينري مش 0 و255 يعني حاجه زي كده. بنفرض ان دي الايمج بتاعتي وكان فيها بيكسل فاليوز، كان دي القيم اللي كانت موجوده في الايمج بتاعتي الكالر ايمج بتاعتي، ونفرض ده الشانل الاولانيه. عايز احسب الجريدينت، عايز احسب الجريدينت في اتجاه الاكس والجريدينت في اتجاه الواي او الفيرتيكال جريدينت والهوريزونتال جريدينت. هعمل ايه؟ طبعا هعمل لو عايز احسب الهوريزونتال جريدينت بعمل لومنج على كل الروز وات انستنت بيكسل فاليو. ببدا اعمل لو عايز اجيب الاكس جريدينت ببدا اقارن البكسل اللي قبل البكسل اللي انا فيها ال 85 بقارن البكسل اللي قبلها بالبكسل اللي بعدها، بقول 89 ناقص 78 بكام؟ هيطلع لي مثلا 11. هيبقى الاكس الهوريزونتال جريدينت بتاع البكسل دي ب 11، وهكذا. طبعا بعمل اتريشن لغايه لما ايه اجيب ماتريكس جديده اسمها الهوريزونتال gradient of this channel. طيب عايز اجيب الجريدينت في اتجاه الواي او الفيرتيكال جريدينت بعمل لوبنج على كل الكولومز وات انستنت بيكسل في الكولوم، ببدا اقارن البيكسل اللي انا فيها اقارن البيكسل اللي قبلها اللي فوقها والبيكسل اللي تحتها. معنى لو عايز اجيب الفيرتيكال جريدينت في البيكسل دي هيبقى 68 ناقص 56 هيطلع لي 8، تمام؟ يبقى علشان اتعامل مع الايمج جريدينت في لما الايمج تبقى كولر، بالنسبه للشانلز ببدا اخد الشانل اللي ليها ماكسيمم جريدينت فاليو، وبالنسبه للفاليوز انا ببدا استخدم ما بقارنش البكسل باللي بعدها زي ما كنت بعمل في الباينري، لا بقارن البكسل اللي قبل ال 85 بالبكسل اللي بعدها. ده لو عايز اجيب الهوريزونتال. لو عايز اجيب الفيرتيكال بقارن البكسل اللي فوقيه مع اللي تحتيه، بقارن يعني بعمل سبتراكشن. طبعا في بعض الاحيان بيبقى السبتراكشن الريزلت بتاعته نيجاتيف، يعني مش شرط يكون ال 56 تبقى تحت، ممكن يبقى 56 ناقص 68 تبقى 68 هنا، يبقى الريزلت اوف سبتراكشن ممكن يبقى نيجاتيف. وانا ان جنرال بكونسيدر الابسولوت فاليو، يعني دايما الجريدنت في اتجاه الاكس او الواي بيبقى بوزيتيف فاليوز. طبعا دي طريقه. في طريقه تانية ان انا بجيب الجريدنت بيها، وان انا لو عايز اجيب الجريدنت في اتجاه الاكس او الجريدنت في الهوريزونتال دايركشن بملتبلاي البكسل دي
بالفلتر ده، بحيث ان انا هيبقى عندي سالب 1 تضرب في 85، والزيرو تضرب في السالب 1 تضرب في 78، والصفر هتضرب في 85، والواحد هتضرب في 89. هيبقى عندي، وطبعا هضرب واجمع، هيبقى عندي سالب 1 مضروبه في 98 زائد ال 85 مضروبه في الزيرو زائد الواحد مضروبه في 89. بعد ما بضرب واجمع هيطلع لي نفس الريزلت بتاع السبتراكشن. دي طريقه تانية ان انا بضرب في الفلتر ده اللي هو نوعه بيروت. وطبعا ده نفس الفلتر لو عايز اجيب الفيرتيكال جريدينت. اسيومنج طبعا الماتريكس اللي انا كنت شغاله عليها كانت ريال ايمج، فلو انا بعد ما بحسب الابسولوت جريدينت او الابسولوت فاليو اوف الاكس جريدينت بيبقى بالمنظر ده، والابسولوت فاليو اوف الواي جريدينت بيبقى بالمنظر ده، لكن الفاينل جريدينت بيبقى ايه؟ السمشن بتاع الفاليوز دي مع الفاليوز دي. تمام، هنا كان في تشينج ظاهر في المنطقه دي، هنا ما كانش ظاهر، الاوتبوت ايمج بيظهر لي فيها الايه الجريدينت التوتال. هنا كان عندي تشينج في المنطقه دي، هنا ما كانش فيه ظاهر في الواي جريدينت، في الاوتبوت بيبقى فيها التوتال جريدينت. ده شكل الجريدينت في الايمج. طبعا ان جنرال اي جريدينت بعد ما بحسب له الهوريزونتال جريدينت والفيرتيكال جريدينت بريفير للجريدينت في اتجاه الاكس بالجي اكس، والجريدينت في اتجاه الواي بريفير لي بالجي واي. ولو حصل وانا رسمت الجي اكس والجي واي بالمنظر ده على ايد مثلث قائم، هيبقى الوتر بتاع المثلث بيريبريزنت التوتال جريدينت ماجنيتيود، بحيث طبعا ان انا ده مثلث قائم، فطبعا لو طبقت عليه نظريه فيثاغورس هيبقى عندي الوتر تربيع بيساوي جي واي سكوير زائد الجي اكس سكوير. ولو عايز اجيب الابسولوت فاليو او الفاليو الاكوريت بتاع التوتال جريدينت ماجنيتيود، فطبعا هعمل روتنج لايه لده، فيبقى التوتال جريدينت ماجنيتيود بيساوي الروت للجي اكس سكوير بلس الجي واي سكوير. طيب ده اسمه توتال جريدينت ماجنيتيود، وده بيكوال الماكسيمم ريت اوف تشينج، بيريبريزنت يعني الماجنيتيود بيريبريزنت التشينج، لكن الجريدينت بيريبريزنت الماكسيمم ريت اوف تشينج، اعلى قيمه ممكن يوصل لها التشينج. بعد كده في لو انا عملت كونسيدرنج للانجل دي بان هي سيتا، فسيتا دي بتبقى الدايركشن اوف الجريدينت، وساعات بنسميها الاورينتيشن، ودي بتنتجيت الدايركشن اوف تشينج. يعني انا دلوقتي اتغيرت، كنت وانا كنت بحسب هنا كان التغير ماشي في الاتجاه ده، ده اسمه الجريدينت اورينتيشن. يعني انا بتغير من يعني القيمه بتاعتي بتتغير، مثلا كنت 0 بقيت 1 او 1 بقيت 0، التغير ماشي في اي اتجاه؟ ماشي في الاتجاه ده، يبقى ده اسمه الدايركشن اوف الجريدينت. الدايركشن ده بنسميه الاورينتيشن. طبعا لو عايزين نحسب اكزاكت فاليو للاورينتيشن بتبقى طبعا لو عملنا سمينا دي سيتا، فطبعا عشان اجيب التان سيتا بيبقى المقابل على المقابل على المجاور، هيبقى التان سيتا بيساوي جي واي على الجي اكس، وبالتالي طبعا التان السيتا الزاويه اللي التان بتاعتها كذا، فبيبقى ايه تان جي واي على جي اكس، بجيب الايه التان ماينس 1. فالسيتا دي بتريبريزنت الدايركشن اوف الدايركشن اوف جريدينت، الاكستشينج ماشي في اي اتجاه. طبعا لو انا بجيب السيتا دي الكيرف، فيبقى لو انا عندي كيرف فالكيرف بقول ان التغير كمثلا لفوق ولا لتحت ولا من يمين ولا شمال، يعني الماكسيمم فاليو كانت في اتجاهها فين. لو انا عندي كيرف، اي كيرف بيبقى له ماكسيمم فاليو، فالماكسيمم فاليو اللي موجوده في الكيرف دي موجوده فين؟ موجوده اتجاهها فوق الكيرف ولا لتحت؟ فلو انا السهم مشاور لفوق يبقى الماكسيمم فاليو اللي موجوده في الكيرف اتجاهها فوق، فدي دي السيتا. فيبقى الجريدينت ليه فاليو قيمته كام الاوبتيمم او الماكسيمم فاليو، وليها دايركشن هي موجوده فين في الكيرف، في اتجاه اليمين للكيرف ولا الشمال ولا اب تو او داون.
ده بالنسبة للجريدنت في اتجاه او الجريدنت للإيمج.